ان شاء الله النهارده هناخد محاضره الكاردياك سايكل. يعني ايه كاردياك سايكل؟ It is the study of the changes which occur in the heart during each cardiac beat, one systole and one diastole. يعني التغييرات اللي بتحصل في القلب كل دقه، كل دقه ايه التغييرات اللي بتحصل في القلب؟ كل دقه عباره عن كل سيستول وكل دايستول. اشوف ايه التغييرات اللي بتحصل في القلب كل بيت، السيستول والدايستول. تمام. duration of cardiac cycle، لو انا الهارت ريت بتاعي 75 beats per minute يبقى مده الكارديك سايكل بتاعتي 0.8 seconds. لو انا الهارت ريت بتاعي قسته لقيته 75 beats per minute يبقى مده الكارديك سايكل بتاعتي 8 من 10 ثانيه. بالنسبه للسيستول، بالنسبه للاتريوم، ال 8 من 10 بيتقسموا ازاي؟ 0.1 second سيستول and 0.7 second دايستول. يبقى بالنسبه للاتريوم ال 8 من 10، 1 من 10 منهم سيستول و7 من 10 منهم دايستول. طب بالنسبه للفنتركل، لا، 3 من 10 ثانيه سيستول and 0.5 5 من 10 ثانيه دايستول. يبقى كده كده مده الكاردياك سايكل، التغيرات اللي بتحصل في القلب في الدقه الواحده في 1 سيستول 1 دايستول مدتها 8 من 10 ثانيه. تتقسم ازاي؟ لو عندي تبع الاتريوم يبقى 1 من 10 ثانيه بس سيستول و7 من 10 دايستول. طب بالنسبه للفنتركل، 3 من 10 ثانيه سيستول و5 من 10 ثانيه دايستول. duration of cardiac cycle is inversely related to the heart rate. So when the heart rate increases, acceleration is decreased. طيب ده انا اتكلمت عن الهارت ريت بتاعي لو 75 beats per minute هيبقى duration of cardiac cycle بتاعتي 0.8 second. طب لو انا الهارت ريت بتاعي بقى اسرع، سرع يعني الضربات في الثانيه كترت عن 75، اخبار الكارديك سايكل بتاعتنا ايه؟ طبعا مدتها هتقصر، عشان تعمل لي كذا سايكل بدل ما كانت بتعمل 75 مره في الدقيقه، لا بتعمل مثلا 100 150. هنعملها ازاي؟ نخلي ازاي 100 سايكل في الدقيقه؟ يبقى هنقصر مده السايكل الواحده. وان انا بعمل شورتنج للسايكل بتبقى اكتر على حساب الدايستول من السيستول. يعني لما هقيس مثلا المفروض مده السيستول في الفنتركل كام؟ زي ما قلنا قبل كده مده السيستول 3 من 10 والدايستول 5 من 10. لو انا سرعت الهارت ريت عن 75 بقى 100 150، مده الكاردياك سايكل ان جنرال هتقصر، بس بتقصر اكتر على حساب الدايستول، يبقى بلاقي مده الدايستول قصر اكتر من السيستول. تمام. طيب عايزه اعرف بقى ايه الفيزز اوف كاردياك سايكل. ايه هي الفيزز بتاعت الكاردياك سايكل بتاعتنا؟ 3 فيزز: اتريال سيستول، فنتريكولار سيستول، فنتريكولار دايستول. يبقى الفيزز اوف كاردياك سايكل 3: اتريال سيستول، فنتريكولار سيستول، اند فنتريكولار دايستول. طيب بالنسبه للاتريال سيستول احنا قلنا مدته قد ايه؟ 0.1 سكند. اثناء الاتريال سيستول ايه اللي بيحصل؟ الاترا بيكونتراكت، تمام، عشان يبوش 30% يملى بيهم الفنتركل. بيبوش كام؟ 30% دم من اللي فيه بس. امال ال 70% الباقيين بيروحوا ازاي للفنتركل اثناء الفيلنج بتاع الفنتركل في الفنتركل دايستول؟ تاني، الاتريال سيستول الاترا بيكونتراكت عشان يبوش البلط من الاتريوم للفنتركل. الكونتراكشن بتاع الاتريوم بيبوش 30% بس من الدم للفنتركل. امال بقيه ال 70% بيتملوا ازاي؟ بيتملوا اثناء الفنتركل دايستول، تمام؟ باسفلي الدم بوزنه لما الاي في فالف تفتح ينزل الدم. لكن انا مش محتاجه الاتريوم انه يكونتراكت غير عشان ينزل لي 30% بس من الدم اللي فيه. عشان كده وظيفه الاتريوم مينلي نوت كونتراكشن، وظيفه الاتريوم مينلي بلاد ريسيرفوار، مخزن للدم، لانه وظيفه الكونتراكشن لا تمثل لي اهميه قوي، لانه اخره هينزل لي 30% بس من الدم اللي جواه. لكن بقيه ال 70% هينزلوا ازاي للفنتركل؟ باسفلي لما الاي في فالف يفتح اثناء الفنتركل دايستول، لما بيعمل ريلاكسيشن، 70% الباقيين في الاتريوم بينزلوا باسفلي بوزنهم باي اتس ويت للفنتركل. تمام. ده الاتريال سيستول. طب بالنسبه للفنتركل سيستول كان مدته قد ايه؟ 0.3 سكند. ونخلي بالنا سواء الفنتركل سيستول او الفنتركل دايستول
بيتكونوا كل واحدة منهم من 3 phases. أول فيز في الventricular systole اسمها isometric contraction phase. isometric contraction phase systole عشان كده تمناها contraction. يعني ايه isometric؟ يعني الventricle contract isometrically، يعني ايه؟ بيزيد الضغط جواه قوي بس من غير ما طوله يتغير. isometric يعني طوله ثابت. طب ازاي يكون بيبي contract؟ ان هو بيتضغط جامد بكتلة الدم اللي جواه من غير ما يقصر خالص. isometrically الفنتركل بينقبض وجواه الدم، والدم لا ينضغط فالضغط بيزيد جدا. يبقى isometric contraction. isometric يعني طوله ثابت ما بيحصلوش shortening، بس بيكونتراكت والضغط جواه يزيد جدا لانه بيضغط على الدم اللي موجود جواه والدم لا ينضغط، فالضغط جوه الفنتركل ايه؟ بيزيد لانه بيضغط على حاجه صلبه جواه. تمام. During this phase the ventricles contract isometrically without a change in their length of its fibers. So the ventricular volume isn't it changes. انه ما بيقصرش، الفوليوم بتاعه ما بيتغيرش. بالرغم ان الventricular pressure is markedly increased. بالرغم ان الضغط جواه ايه؟ بيزيد جدا. تمام كده؟ يبقى اول phase في الventricular systole سميناها isometric contraction phase. الventricle بيكونتراكت والبريشر جواه يزيد جدا من غير ما طوله يتغير، من غير ما يقصر، لان الفنتركل بيضغط على كتله الدم اللي جواه والدم اللي جواه لا ينضغط، فالضغط جوه الفنتركل عالي جدا من غير ما ايه؟ ما يقصر. لسه كل الفالفز مقفوله، سواء الايفي فالف مقفول او السيميليونر هو الاورتيك اند بالموناري مقفولين. بنسمي القلب في الفتره دي ان هو عامل زي ايه؟ زي كلوزد تشامبر، اوضه مقفوله، كل الفور فالفز مقفولين بس بيكونتراكت، فبيضغط على الدم من غير ما الدم يخرج منه، بيضغط على دم لا ينضغط، فالضغط جواه يعلى قوي من غير مش عارف يخرجه، يعلى قوي من غير ما الفنتركل يقصر. يبقى اول فيز isometric contraction phase. تاني فيز اسمه ايه؟ maximum ejection phase. من اسمه خلاص maximum ejection، ده اكتر فيز بيتم فيه الدفع بتاع الدم اثناء الventricular systole. يبقى هنا الفنتركل بيكونتراكت جامد وبيقصر بقى خلاص، ويبوش البلاد في البلمونري اورتري اند اورتا. During this phase the ventricles contract maximally. الضغط جواهم يبقى اقصى ما يمكن، بيوصل 120 مليمتر ميركري في الليفت فنتركل، وبيوصل 25 مليمتر ميركري في الرايت فنتركل. ده اقصى ضغط يوصل لهم التو فنتركلز، 120 في الليفت 25 في الرايت. تمام. واول ما الضغط في الليفت فنتركل يعدي ال 80 يفتح الاورتيك فالف، واول ما الضغط جوه الرايت فنتركل يعدي ال 10 يفتح البالمونري فالف. تمام. يبقى تاني maximum ejection during this phase the ventricles contract maximally leading to sudden opening of semilunar valve. اللي هم مين؟ اللي هم الاورتا والبالمونري، فيعملوا ايه؟ ejection the blood into the aorta and pulmonary artery. الدم يندفع في البلمونري اند اورتا. طب انا عندي اورتيك فالف بيفتح امتى؟ لما الضغط جوه الليفت فنتركل يعلى عن 80. طيب البلمونري فالف بيفتح امتى؟ لما الضغط جوه الرايت فنتركل يعلى عن 10. فضخينا الدم باقصى قوه واقصى ضغط. ده تاني فيز في الفنتريكولار سيستول. اخر فيز في الفنتريكولار سيستول اسمه reduced ejection phase. ما هو الا تكمله الماكسيمم ejection phase ولكن بصورة أبسط شوية. The changes occurring during this phase is continuation for those occurring in the maximum ejection phase. يبقى maximum ejection هي تقريبا reduced ejection بس إيه؟ على هادي شوية. يبقى قلنا أول حاجة atrial systole، تاني حاجة ventricular systole، وقسمناهم لتلاتة phases. isometric contraction phase ده الهارت عبارة عن closed chamber، أوضة مقفولة، بيضغط جامد جدا والضغط جواه يعلى جدا من غير ما ولا فالف يفتح ومن غير ما طوله يتغير. بعد كده قلنا الماكسيمم ايجكشن، القلب بينقبض جامد وبيقصر قوي والضغط جواه بيعلى جدا، بيوصل في الليفت ل 120، بيوصل في الرايت فنتركل ل 25. واول ما الضغط في الليفت فنتركل يعلى عن 80 الاورتيك فالف يفتح، اول ما الضغط في الرايت فنتركل يعلى عن 10 البلموناري فالف يفتح ويضخ الدم في البلموناري والاورتيك ارتري. تمام.
تالت فيز واخر فيز في الفنتريكولار سيستول سميناها ريديوسد ايجكشن فيز. ما هي اللي تكمله الماكسيمم ايجكشن بس على صوره اهدى، برضو الدم بيتضخ في البلمونري والاورطه بس بصوره اقل. اخر فيز اسمه فنتريكولار دايستول، ده الريلاكسيشن بتاع الفنتريكل بقى، مدته قلنا قد ايه؟ 0.5 سكند. برضو زي ما الفنتريكولار سيستول كان 3 فيزز، الفنتريكولار دايستول اوصو 3 فيزز. اول فيز اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، بتفكرنا بمين؟ بتفكرنا باول فيز في الفنتريكولار سيستول كان اسمها ايزومتريك كونتراكشن فيز. لما نيجي نتكلم على ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، هنا برضو الهارت از كلوزد تشامبر، اوضه مقفوله، كل الفالفز مقفوله، الطول بتاعه ايزومتريك يعني بيريلاكس من غير ما يطول، من غير ما طوله يتغير، جاست ان هو باسيف ريلاكسيشن، خلاص بيعمل ريلاكسيشن without a change in the length of its fiber، هو مجرد الدم خرج منه فبيريلاكس من غير ما طوله ايه يتغير. وانا عندي closed chamber كل الفالفز او الايفي فالف او السيمي لونر فالفز مقفولين. ده اول فيز في الventricular diastole. تاني فيز اسمه ايه؟ اسمه rapid filling phase. rapid filling يعني الفنتركل بيتملي بسرعه وبدم كتير. ايه اللي حصل في الفيز ده؟ عندي الايفي فالف فتحوا فهينزلوا لي بقى ال 70% من الدم اللي مركوزين في الاترم اللي كانوا متحوشين، ينزلوهم للفنتركل فيتملي بسرعه. During this phase the inter atrial pressure is greater than the interventricular pressure. معشان ال AV valve تفتح لازم الضغط جوه الاتريوم يبقى اعلى من الفنتركل، فبيعلى الضغط في الاتريوم جامد اكتر من الفنتركل، يقوم فاتح مين؟ ال AV valve. اول ما يفتح ال AV valve يعمل جش او رش للبلد من الاتريوم للفنتركل. انهي بلد؟ ال 70%، لان 30% كانوا بيضخوا عن طريق ايه؟ الاتريال سيستول. ده الرابيد فيلينج فيز. اخر فيز في الفنتريكولار دايستول اسمها ريديوسد فيلينج فيز، برضو ما هي الى تكمله الرابيد فيلينج فيز بس على صوره اهدى، برضو الفنتريكل بيتملي بالدم اللي موجود في الاتريوم ولسه الضغط جوه الاتريوم اعلى من الفنتريكل، فلسه الايفي فالف مفتوح فبتنزل بقيه الدم الموجوده في الاتريوم، تنزلها فين؟ في الفنتريكلز. تمام، يبقى راجع مع بعض مراجعه سريعه. انا عندي كاردياك سايكل، دي التغييرات اللي بتحصل في القلب كل بيت كل دقه كل وان سيستول اند وان دايستول، مدتها قد ايه؟ 0.8 سكندز، 8 من 10 سكند. امتى؟ لو انا الهارت ريت بتاعي 75 بيت بير مينت. تمام، طيب انا لو عندي الهارت ريت سرع يبقى مده الكاردياك سايكل هتقصر، هتقصر على حساب مين اكتر؟ على حساب الدايستول فيز. بالنسبه للاتريوم مده السيستول قد ايه؟ 1 من 10 ثانيه. بالنسبة للفنتركل 3 من 10 ثانية. بالنسبة للدايستول في الاتريوم 7 من 10 ثانية، في الفنتركل 5 من 10 ثانية. ايه هي الفيزز اوف كاردياك سايكل؟ 3 فيزز، اتريال سيستول، فنتريكولار سيستول، فنتريكولار دايستول. الاتريال سيستول ده اتريال كونتراكشن، الاتريال بيعمل كونتراكشن، الضغط جواه بيعلى، يفتح الايفي فالف، ينزل 30% بس من الدم لمين؟ للفنتركلز. طيب تاني فيز اسمه ايه؟ فنتريكولار سيستول، دول كام فيزز لوحدهم؟ ثلاثة. ببدأها بايزومتريك كونتراكشن فيز. يعني ايه ايزومتريك كونتراكشن؟ يعني الهارت ذا كلوزد تشامبر، اوضه مقفوله، الاي في فالف مقفولين، سيمي لونر فالفز مقفولين، ايزومتريك طول ما بيتغيرش. امال هو اسمه كونتراكشن ليه؟ لان القلب فعلا بيعمل كونتراكت بس ايزومتريكال، طوله ما بيتغيرش، ده هو بيضغط على الدم اللي جواه فالضغط جواه يزيد جدا، بس كل الفالفز اخبارها ايه؟ مقفوله. بعد الايزومتريك كونتراكشن يجي الماكسيمم ايجكشن فيز، من اسمه ده الماكسيمم ايجكشن، ده اكتر فيز بيحصل فيه ايجكشن للبلد من الفنتركل الاورطة والبالمونر. الضغط هنا بقى الفنتركل بيكونتراكت قوي، بيقصر، بضغطه جواه بيعلى جدا، اول ما يوصل ل 80 في الليفت فنتركل يفتح الاورتيك فالف، اول ما يوصل ل 10 في الرايت فنتركل يفتح البالمونري فالف، فيحصل جاش اوف بلد من الفنتركلز للبالمونري والاورطة. بعد الماكسيمم ايجكشن في ريديوسد ايجكشن، هي بكماله الماكسيمم ايجكشن بس على صوره اهدى، لسه السيمي لونر فالفز مفتوحين بيخرجوا الدم من الفنتركل اللي هو ضغطه عالي للاورطه والبلمونري. اخر حاجه فنتريكولار دايستول، فنتريكولار دايستول ده اللي فتره الريلاكسيشن بتاع الفنتركل، برضو 3 فيزز، ايزومتريك ريلاكسيشن، يعني ايه ايزومتريك ريلاكسيشن؟ يعني الهارت كلوزد تشامبر، الاي في فالف مقفوله والسيمي لونر مقفوله. ايزومتريك ريلاكس يعني بيريلاكس ايزومتريك من غير ما طوله يتغير،
يعني ال volume of the heart is not changed. بعدها يجي rapid filling phase من اسمها، دي الفترة اللي الفنتركل بتتملي بيها بالدم بسرعة جدا. ايه اللي حصل؟ زاد الضغط جوه الايه؟ جوه الاتريوم. تمام، زاد الضغط جوه الاتريوم، فتح مين؟ الاي دي فالف، لان الانترا اترال بريشر اكتر من الانتر فنتريكال بريشر. فتح الفالف، ايه اللي حصل؟ حصل جاش اوف بلاد من الاتريوم للفنتركل، ملى الدم. انهي دم؟ ال 70%. اخر فيز في الفنتريكال دايستول اسمها ريديوس فيلينج فيز، ما هي اللي تكمله الرابيد فيلينج بس على صوره اعلى. برضه لسه الانترا اتريال بريشر اعلى من الانتر فنتريكال بريشر، فالاي في فالف مفتوحه فبيحصل فيلينج للفنتركل من الاتريوم. تمام كده؟ طيب انا محتاجه دلوقتي اعرف ايه؟ عايز اعرف في كل فيز كذا تشينج او كذا متغير هقارن بيهم. عايز اعرف في كل فيز اخبار الاتريال بريشر ايه؟ اخبار الفنتريكال بريشر ايه؟ فنتريكال فوليوم اخباره ايه؟ الفالفز مين مفتوح ومين مقفول؟ الاورطه والبلمونري بريشر اخبارهم ايه؟ ايه الهارت ساوندز اللي بتحصل في كل فيز؟ ايه الاي سي جي تشينجز اللي بتحصل في كل فيز؟ انا في الاخر لخصت لكم الكلام ده كله في جدول عشان يبقى سهل مذاكرته، بس لو احنا فاهمين الجزء اللي فات هنجاوب بكل سهوله. هو كده المحاضره خلصت، انا بس انا محتاجه حد فاهم معايا الجزء اللي اتقال. فهسال مثلا في اول فيز اخبار الاتر بريشر ايه؟ انا لو فاهم الاتر سيستول بيحصل نتيجه الاتر بيحصل كونتراكشن بتاعته جوه بيعلى، يبقى اقول طبيعي الاتر بريشر بيزيد لا اكتر ولا اقل. نبدا مع بعض، هنبدا بالاتريال سيستول اللي هو اول فيز. عايز اشوف اخبار الاتريال بريشر، فين الاتريال بريشر؟ هو الخط ده المنقط ده، شايفين خط النقط ده؟ دي كده الاتريال سيستول، من اول الخط ده للخط ده الفنتريكل سيستول اللي هما 3 فيزز بتوعه، ومن اول الخط ده للخط ده ده الفنتريكل دايستول ال 3 فيزز بتوعه. طب هنمسك الاتريال بريشر، اول حاجه اثناء الاتريال سيستول، دي منطقه الاتريال سيستول، اخبار الاتريال بريشر ايه؟ في البدايه بيعلى زي ما احنا شايفين كده، بيبدا يعلى ليه؟ عشان بيعمل كونتراكت، بس في اخر الفيز بيقل. عارفين بيقل ليه؟ عشان خلاص عمل ايفاكويشن للبلد، فض حبه من الدم اللي موجودين فيه، فالضغط جواه بدا يقل. يبقى في البدايه الاتريال بريشر بيعلى وبعدين يرجع ايه؟ يقل. بيعلى ليه؟ عشان بيكونتراكت، عشان يعمل ايفاكويشن للبلد. طب البلد خرج خلاص فيرجع تاني ايه؟ يقل. تمام كده؟ طب احنا دخلنا بعد كده في الايزومتريك كونتراكشن فيز اللي هي الفيز دي، المنطقه دي كده، اخبار الاتريال بريشر ايه؟ في الاول بيعلى، ما احنا قلنا في الفنتريكولار سيستول هم ثلاثه فيز، هبدا بايزومتريك كونتراكشن. بيعلى في الاول ليه؟ مش الفيز بتاع الايزومتريك كونتراكشن بيحصل ايزومتريك كونتراكشن الفنتريكل، الفنتريكل كلوز ذا شامبر بس الضغط جواه بيعلى قوي. لما بيعلى عارفين بيعمل ايه؟ الفنتريكل الضغط جواه عالي، فعمل بلج للقصب بتوع الاي في فالف لفوق، زقهم من كتر الضغط زقهم لفوق، فقلل الكباسيتي، قلل سعه الاتريوم. فلما قلل سعه الاتريوم الضغط جواه ايه؟ زاد. ما انا قللت الكباسيتي بس الفوليوم زي ما هو، فالضغط جوه الاتريوم زاد تاني. ليه هنا في الايزومتريك كونتراكشن الاتريال بريشر في الاول بيزيد كده؟ نتيجه هنا حصل ايزومتريك كونتراكشن الفنتريكل، الفنتريكل كونتراكت ايزومتريك، الضغط جواه عالي قوي، فعملت بلج، رفعت الفالف بتاع الايدي فالف لجوه جوه الاتريال كافيتي، فقللت الكاباسيتي بتاعت الاتريال كافيتي بالرغم ان الفوليوم جواها ثابت، فالضغط جوه الاتريوم يحصل له ايه؟ يزيد. تمام؟ نيجي للماكسيموم ايجكشن فيز، احنا هنا خلصنا ايزومتريك كونتراكشن، الماكسيموم ايجكشن فيز بيبدا يقل البريشر جوه الاتريوم. ليه؟ انا في الماكسيموم ايجكشن فيز بعمل كونتراكشن للفنتركل هنا بس بيقصر بيقصر، وفاكرين كان في عضله اسمها بابيلاري ماسل، زي ما المصل بتاع الفنتركل بتقصر برضو عضله البابيلاري ماسل اللي بتمسك في الكاز بتاعت الفالف بتقصر. لما هتقصر هتنزل الفالف ايه؟ لتحت. لما تنزل الايدي فالف لتحت توسع الكابسي الكباسيتي بتاعت الاتريوم والفوليوم اللي جواها ثابت، يبقى وسعت الاوضه وجواها حبه دم لسه هم، فالبريشر يحصل له ايه؟ يقل، عكس اللي حصل في الايزومتريك كونتراكشن. يبقى تاني ليه عندي في الماكسيمم ايجكشن البريشر بتاع الاثريوم بيقل؟ لان انا عندي كونتراكشن سيفير للفنتريكل، اثرت عضله الفنتريكل بما فيها البابيلاري ماسل اللي كانت بتمسك اللي كانت بتمسك فين؟ بتمسك بالكوردا تنديني، فاكرين في اول محاضره في الايدي فالف في الكاسب بتاعت الفالف. لما هتقصر العضله بتاع البابيلاري تشد الفالف الكاسب بتاعتها تشدها لتحت فتوسع التجويف بتاع الاثريوم، وكده كده كميه الدم اللي جواه ثابته
بس وسعت عليه الدنيا، يبقى ضغطه جوه الاتريوم ايه؟ بيقل، بس بيرجع يزيد تاني. ليه؟ لان في فينس ريتيرن بقى في الاخر الفيزي، يبدا الاتريوم بيرجع يزيد تاني عشان الفينس ريتيرن، الدم اللي راجع للاتريوم بيبدا يزيد. طب نيجي نريديوس ايجكشن، اهو احنا قلنا هنا الماكسيم ايجكشن قل، ريديوس ايجكشن بقى هيبدا يزيد. يزيد ليه؟ عشان في فينس ريتيرن، في دم بيرجع على الاتريوم تاني يبدا يزوده. نرجع هنا في بدانا هنا بقى الفنتريكل دايستول، اول حاجه فيها اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن، الفينس ريتيرن عالي فزود لي الاتريوم بريشر مفيهاش مشكله خالص. طيب الرابيد فيلنج فيز، يبدا البريشر يقل. ليه؟ عشان بيفضي الدم من الاتريوم للفنتريكل في الرابيد فيلنج فيز، بس بيقل، بس مازال اعلى منين؟ من الانترفنتريكولار بريشر اللي هو الخط المتصل اللي تحتيه ده. يعني الاتريال بريشر بيقل في الماكسيم في الرابيد فيلنج، بس مازال اعلى منين؟ من الانترفنتريكولار بريشر، عشان كده الفالفز بتفضل مفتوحه والفنتريكل يتملي. قلنا ريديوس ذا فيلنج ما هي الا تكمله الرابيد فيلنج، الضغط اوكي بيقل بس مازال برضو اعلى من الانترفنتريكولار بريشر عشان يتملي الفنتريكل بالدم. يبقى ده اول متغير اترال بريشر شفناه في كل الفيزز. ندخل على الفنتريكولار بريشر اللي هو الخط المتصل ده، شايفينه؟ طيب اول حاجه في الاتريال سيستول اخبار الفنتريكولار بريشر ايه؟ في الاول بيبدا يعلى زي ما احنا شايفين، بيبدا يعلى ليه؟ عشان انا عمال احط له بدم، مش انا بنزل دم من الاتريوم للفنتريكل، فالايه؟ فبيبدا البريشر جوه الفنتريكل يعلى. بس بعد كده في اخر الفيز بتاع الاتريال سيستول يبدا يقل. ليه؟ خلاص حصل اكوموديشن للبلد اللي اتحط فيه، خلاص بيأكوموديت الدم، خلاص بيريح عليه، فبيبدا الضغط ايه؟ يقل. تمام. تاني حاجه ندخل على الفنتريكولار سيستول اللي هو اول فيز منه اسمه ايزومتريك كونتراكشن فيز، اخبار الضغط جوه الفنتريكل ايه؟ ده بيعلى جدا زي ما احنا شايفين كده. هو الضغط جوه الفنتريكل بيعلى مع انه بيعمل ايه؟ ايزومتريك كونتراكشن، مع انه بيكونتراكت ايزومتريكلي من غير ما طوله يتغير، ده هو جاست ضاغط على كتله الدم اللي جواه. طب نيجي في الماكسيمم ايجكشن، ده بيعلى اكتر واكتر، ده بيوصل ل 120 في الليفت فنتريكل وبيوصل ل 80 في الرايت فنتريكل. تمام. يبقى ده في الماكسيمم ايجكشن. طب في الريديوس ايجكشن بيبدا بقى يقل الدم كده. ليه؟ عشان الدم بدا يروح لمين؟ بدا يروح للاورطه والبلمونري ارتري. تمام كده في reduced ejection. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي isometric relaxation phase. isometric relaxation phase ده حصل marked drop للانترفنتريكولار بريشر. تمام؟ خلاص ده الفنتركل بيحصل لها relaxation، ممكن الضغط جواها يوصل لمين؟ لزيرو في isometric relaxed phase. بعد كده في الرابيد فيلنج الضغط بيقل برضو، هو هنا في قوتين اثناء الفنتريكولار فيلنج اللي هو الرابيد فيلنج والريديوس فيلنج، الدم بيتضاف للفنتريكل فالمفروض الضغط يعلى، بس في نفس الوقت في ريلاكسيشن للفنتريكل فالضغط يقل. هنا قوه الريلاكسيشن تغلب على قوه الفيلنج، يعني هنا المفروض الدم بيتضاف للفنتريكل فالضغط يعلى، لا ما بيعلاش قوي لان في ريلاكسيشن للفنتريكل، دي قوه اقوى من الفيلنج، فالضغط بيقل شويه اهو عشان يبقى اقل من الانتر اتريال بريشر عشان الفنتريكل يفضل يتملي. يعني الانتر اتريال بريشر اهو لسه لازم يكون هنا في الرابيد فيلنج والريديوس فيلنج لازم يكون اعلى منين؟ بالانتر فنتريكولار بريشر عشان تفضل ايفي فالف مفتوحه فيفضل الفنتريكل يتملي بالدم. تمام كده؟ يبقى ده تاني متغير اتكلمت عليه. تالت متغير فنتريكولار فوليوم، فنتريكولار فوليوم اهو الخط ده. طيب اثناء الاتريال كونتراكشن اخباره ايه؟ طبيعي بيزيد. بيزيد ليه؟ عشان عمال اعمل ادنج للبادل الفنتريكل. طيب في الايزومتريك كونتراكشن اخباره ايه؟ ايزومتريك يبقى الفوليوم نوت تشينجد ستريت لاين زي ما احنا شايفين. سوري ستريت لاين. تمام؟ طب نيجي بقى لمين؟ للماكسيمم ايجكشن. ماكسيمم ايجكشن ده الفنتركل بيكونتراكت وبيقصر فالفوليوم بتاعه ايه؟ بيقصر. وريديوست فيلنج بيفضل يقصر ويقصر ما هي تكمله. نوصل للايزومتريك ريلاكسيشن ايزومتريك يبقى الفوليوم ثابت ده ستريت لاين. نيجي عند الرابيد فيلنج بيبدا الدم يتضاف ليه فالفوليوم بيزيد. ريديوس فيلنج تكمله الرابيد فيلنج الفوليوم بيفضل يزيد عشان في ادنج بلود من الاتريوم للفنتركل. كلام سليم لغايه دلوقتي. بعد كده عايز اتكلم على الاورتيك والبلمونري بريشر اخباره ايه؟ فين الاورتيك؟ اهو هو الخط الملقط اللي فوق ده.
في الاتريال سيستول اخبار اورتك والبلمونري بريشر ايه هنا بيقلوا. بيقلوا ليه؟ لان البلاد الخارج منهم اكتر من الداخل ليهم. انا هنا اخباري اصلا من هنا الفالفز المفتوحه الاي في فالف عشان تعمل ايه؟ عشان انا بعمل اتريال سيستول بنزل الدم من الاتريال من الفنتركل، بس السيمي اليونار مقفولين فمفيش دم بيدخل الاورطه والبلمونري، فلاقي الضغط ايه هنا بيقل في الاتريال سيستول، لان الدم اللي بيسكيب فروم ذا اورطه اند بلمونري اكتر من الدم اللي بينتر اورطه اند بلمونري. تمام. طيب في الايزومتريك كونتراكشن لسه السيميليونر فالفز مقفوله، فالضغط لسه قليل في البلمونري والاورت عشان الدم اللي بيسكيب فروم ذم اكتر من الدم اللي بينتر البلمونري والاورت. نيجي بعد كده على الماكسيمم اجكشن، يبدا الضغط جوه البلمونري والاورت يعلى. ليه؟ عشان الاماونت اوف بلاد انتر اورتا والبلمونري اكتر من الاماونت اوف بلاد ليفينج بلمونري اند اورت. صح؟ انا بعمل بضخ الدم خلاص في الماكسيمم اجكشن، بضخ الدم من الفنتركل للبلمونري والاورت. طيب هيبدا بقى في ريديوست ايجكشن، يبدا الضغط جوه يقل شويه. ليه؟ لان ساعتها الاماونت اوف بلاد ايجكتد انتو اورتا اند بالمونري اقل من الاماونت اوف بلاد انترنج الاورتا اند بالمونري، يبدا يقل في ريديوست ايجكشن فيز. تمام. طيب بعد كده في هنا تركيه بقى في الايزومتريك، ريلاكسيشن فيز في حاجه اسمها دايكروتيك نوتش اند دايكروتيك ويف. في الاول بيحصل دايكروتيك نوتش، يعني نوتش يعني حفره، يعني الضغط جواهم يقل، وبعدين يحصل حاجه اسمها دايكروتيك ويف، ويف دي موجه عاليه يعني الضغط جواهم يزيد. بيحصل دايكروتيك نوتش في الاول ليه؟ عشان بيحصل ان البلط بيليف الاورتا اند بالمونري، فالضغط جواهم ايه؟ مفيش دم بيدخل لهم، ده خلاص قفلنا السكه، بدانا ريلاكسيشن، بدانا الدايستول، فالدم اللي بيليف الاورتا اند بالمونري اكتر من الدم اللي بيدخل لهم، فيعمل حفره دايكروتيك نوتش. بس بعد الدايكروتيك نوتش حاجه اسمها دايكروتيك ويف، ويف يعني الدم يعني الضغط والبلمونري والاورطه يعلى. يعلى ليه بعد ما مع ان الدم لسه بيسيبهم وما بيدخلش؟ لان الاورطه مليان الاستيك فايبر اساتك، حست ان الدم بيسيب تقوم ايه قافشه على حبه الدم اللي جواها فتضيق عليها المساحه، فاعمل زي ما كاني بعمل بنقبض على حبه الدم، ايه بعمل ريكويل على حبه الدم اللي فاضلين في الاورطه، فزود الضغط، فالضغط يبدأ يعلى ايه؟ سنة، يعمل لي اورتك دايكروتيك ويف، تمام؟ تاني يبقى في الايسومتريك ريلاكسيشن فيز بالنسبة للبريشر جوه الاورتا الاول بيبقى في حاجة اسمها دايكروتيك نوتش حفرة، يبقى الضغط بيقل، ثم تليها دايكروتيك ويف، ويف يعني موجة يعني الضغط بيزيد. الحفرة ليه بيقل؟ عشان في اسكيب للبلاد من البلمونري والاورطه، خلاص مفيش دم داخلهم، ده الدم بيهرب منهم ماشي للايه؟ لبقيه الجسم. امال ليه علي بعد كده مع ان لسه مفيش دم، مع ان لسه السيميليونر فالف مقفولين مفيش دم بيدخل الاورطه والبلمونري، بس الضغط جواهم عالي ليه؟ عشان الدايكروتيك ويف، ويف يعني بيعلى، عشان الاستيك فايبرز الاساتيك اللي موجوده فيها الاورطه حاسه ان الدم اللي جواها عمال يمشي ويهرب يهرب، يقوم قافش عامل ريكويل، يقفش على حبه الدم الموجوده فيقلل المساحة اللي جوه الأورطة على الدم اللي موجودة فيعلي الضغط جوه الأورطة. تمام. طيب بعد كده في الرابيد فيلينج فيز، خلاص كده كده الدم في سواء الرابيد فيلينج فيز والريديوس ذا فيلينج فيز السيميليونر فالفز مقفولين اصلا، فالدم بيهرب للسيركيوليشن، فالدم اللي بيخرج من الأورطة والبلموري اكتر من الدم اللي بيدخل لهم، فالضغط بيقل. تمام كده. طب نيجي نتكلم على مين؟ على الفالفز. عايز اشوف في كل فيز مين الفالف السيميليونر فالفز مفتوحين ولا مقفولين، والايدي فالفز مفتوحين ولا مقفولين. نبدا في الاتريال سيستول، هنا الميترال، هنا طبعا ميترال تريكسبت، وهنا اورتا وبالمونري. طيب نمسك على الايدي فالف الاول في الاتريال سيستول، ده الاتريوم بيعمل كونتراكشن عشان ينزل 30% من الدم من الاتريوم للفنتركل، يبقى مين اللي مفتوح؟ الايدي فالف مفتوح لونها ابيض. تمام. طيب الايزومتريك كونتراكشن والماكسيمم ايجكشن والريديوس ذا ايجكشن دول كلهم ايه؟ فنتريكل سيستول، ده انقباض الفنتريكل عشان يخرج الدم للبلمونري والاورت، يبقى مين اللي مفتوح؟ السيميليونر فالفز. مين اللي مقفول؟ طبيعي الاي في فالفز، لان ده فنتريكل سيستول بخرج الدم في الاورطه والبلمونري. تمام. يبقى الاي في فالف ايه اخبارها هنا؟ ايه مقفوله. نبدا الفنتريكل دايستول، اول فيس فيها ايزومتريك ريلاكسيشن، ايزومتريك ده الهارت از كلوزد شامب، كده كده تو فالفز سواء السيميليونر والاي في فالف الاثنين مقفولين. طب رابيد فيلنج وريديوس ذا فيلنج اللي هما يعني ايه؟ رابيد فيلنج وريديوس ذا فيلنج يعني الفنتركل بيتملي، بالدم اللي موجود منين؟ من الاتريوم. يبقى الاتريوم بينزل الدم للفنتركل عن طريق مين؟ الاي في فالف، يبقى لازم الاي في فالف تبقى هنا مفتوحه. تمام. طب بالنسبه للسيميليونر اتريال سيستول،
اتر سيستول ده الاتريوم بيفتح الايفي فالف عشان ينزل الدم من الاتريوم للفنتر. اما السيميليونر هنا مقفولين. طب ايزومتريك كونتراكشن فيز هارت از كلوزد تشامبر. كلوزد تشامبر يعني كل الفالفز مقفوله، فهنلاقي السيميليونر هنا مقفوله. طب كده بقى ايزومتريك كونتراكشن وايزومتريك ريلاكسيشن. ايزومتريك كونتراكشن سوري الماكسيمم ايجكشن وريديوس ذا ايجكشن، ده هنا الدم بيتضخم الفنتريكلز البلمونري والاورت عن طريق مين؟ السيميليونر. فالسيميليونر هنا ايه؟ مفتوح. ايزومتريك ريلاكسيشن هنا الهارت از كلوزد تشامبر، كلوزد تشامبر اوضه مقفوله. اوضه مقفوله يبقى السيميليونر والايفي فالف الاثنين مقفولين. بعد كده الرابيد فيلنج وريديوس فيلنج. رابيد فيلنج وريديوس فيلنج هنا الاتريوم بيملى الفنتركل يبقى الايفي فالف مقفوله مفتوحه سوري والسيميليونر مقفولين. تمام كده؟ طيب عايزه اتكلم على الاي سي جي تشينجز during cardiac cycle. لقينا ان البي ويف ستارت قبل الاتريال سيستول ب 2 من 100 سكند 0.02 سكندز. يبقى بدايه البي ويف 2 من 100 قبل الاتريال سيستول، وده شيء منطقي. ازاي الاي سي جي بيسبق الكاردياك سايكل؟ ما هي الكاردياك سايكل هي كونتراكشن ريلاكسيشن، طبيعي الكهرباء لازم توصل للقلب قبل ما القلب يعمل كونتراكشن ريلاكسيشن، فلاقي الكهرباء اللي هي الاي سي جي بتبدا قبل الكاردياك سايكل. يبقى بدايه البي ويف 2 من 100 سكند قبل الاتريال سيستول، بدايه الكيو ويف 2 من 100 سكند قبل الايزومتريك كونتراكشن، واثناء الايزومتريك كونتراكشن كمان تحصل الار والاس. يبقى الكيو والار والاس كلهم فين؟ في الايزومتريك كونتراكشن فيز. يبقى تاني البي ويف بتبدا 2 من 100 سكند قبل الاتريال سيستول، الكيو ويف تبدا 2 من 100 سكند قبل الايزومتريك كونتراكشن، واثناء الايزومتريك كونتراكشن تحصل الار والاس كمان الار والاس. وبعد كده تيجي التي ويف. التي ويف بتبدا امتى؟ بتبدا في نهاية الماكسيمم ايجكشن فيز، تبدأ التي ويف وتوصل التوب بتاعتها في ريديوس ايجكشن فيز، والاند بتاعتها في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. تمام؟ يبقى ماشيين بالدور. اما الرابيد فيلنج وريديوس فيلنج ما فيهمش اي اي سي جي تشينج. يبقى البي 2 من 100 سكند قبل الاتريس السول، الكيو 2 من 100 سكند قبل ايزومتريك كونتراكشن، واثناء الايزومتريك كونتراكشن كمان يحصل الار والاس. التي ويف بتبدا مع الماكسيمم ايجكشن فيز، توصل التوب في ريديوس ايجكشن، الاند بتاعتها في الايزومتريك ريلاكسيشن. اما الرابيد فالنج اند ريديوس فالنج ما بيحصلش فيهم اي سي جي تشينج. تمام كده؟ اخر متغير عايز اشوف الهارت ساوندز. الهارت ساوندز احنا عندنا الاوديبل او اللي بسمعهم هم تو هارت ساوندز، فيرست اند سكند اللي هم لما بسمعهم بالسماعه بسمع لب دب لب دب، دول الفيرست اند سكند هارت ساوندز. في ثيرد اند فورث دول نورمالي نون اوديبل ما بتسمعوش. الثيرد ممكن يتسمع في الاطفال تمام، لكن بالسماعه عمري بسمع الثيرد اند فورث هارت ساوند. بس برضو مطلوب مننا اعرف كل واحد بيحصل او سببه ايه في الكارديو سايكل. هنلاقي في الفيرست في الهارت ساوندز اهي الفيرست، طبعا هارت ساوند يعني صوت مسموع. انا هتكلم على المسموعين الاول هم الفيرست والسكند. هو انا لو انا بقفل الباب بسمع صوت ولا وانا بفتح الباب؟ طبيعي وانا بقفل الباب، وانا بقفل الباب هو سبب حدوث الفيرست اند سكند هارت ساوند. طيب يبقى قفل الفالفز هي اللي بتعمل لي صوت ومش فتحها، قفل الفالفات هي اللي بتعمل لي صوت وليس فتح الفالفز. تمام؟ سبب الفيرست هارت ساوند ايه؟ sudden closure of the AV valves during isometric contraction phase. تاني سبب الفيرست هارت ساوند sudden closure of the AV valve اثناء الايزومتريك كونتراكشن فيز. في بدايه الايزومتريك كونتراكشن فيز بيبدا سادن كلوجر اوف ذا ايفي فالف تعمل لي فيرست هارت ساوند. في الماكسيمم ايجكشن فيز برضو في فيرست هارت ساوند، سببه ايه؟ سببه فايبريشن الوول بتاع الاورطه والبارموناري ديو تو ايجكشن اوف ذا بلاد. انا حصل ايزومتريك كونتراكشن عمل لي سادن كلوجر اوف ذا فالف اوف ذا اي في فالف عمل لي فيرست هارت ساوند. له سبب كمان لما بعد الايزومتريك كونتراكشن في ماكسيمم ايجكشن بيعمل رش او جش للبلاد، بلاد بيندفع بشده في الوول بتاع البلمونري والاورطه فيعمل فيهم فايبريشن، برضه هي كمان تعمل الفيرست هارت ساوند. يبقى اما اجي اقول لك ايه هي اسباب الفيرست هارت ساوند هقول نمبر 1 sudden closure of the AV valve during isometric contraction phase. تاني سبب vibration of the wall of the pulmonary and aortic artery during rapid ejection phase. rapid ejection phase عشان ال ejection of the blood. تمام كده؟ طب امال اللي هو اللي بيعمل السكند هارت ساوند؟ سكند هارت ساوند سببها sudden closure
sudden closure of the semilunar valve during isometric relaxation phase. سببها sudden closure of the semilunar valve during isometric relaxation phase. خلاص بقى في البلمونر والاورتيك فالف عشان خلاص مفيش دم هيروح للسيركليشن، لا ده الدم هينزل من الاتريوم للفنتركل. تمام. طب برضو الثيرد والهارت والثيرد والفورث عايز اعرف سببها. الثيرد هارت ساوند قلنا هو نورمالي نون اوديبل، يعني ما بتسمعش بالسماعه، بس ممكن لو طفل ممكن يعني ممكن اسمعه فيه. سبب ايه الثيرد هارت ساوند؟ سببه فايبريشن للفنتركل وول اثناء ايه؟ اثناء الرابيد فيلنج فيز، عشان بملى الدم بسرعه في الفنتركل due to rush of blood from atria to ventricle. يبقى الثيرد هارت ساوند بيحصل امتى؟ في الرابيد فيلنج فيز نتيجه of vibration of the ventricle wall. الفنتركل جداره بيهتز عشان بيحصل فيه دفع للدم من الاتريوم للفنتركل. طب الفورث هارد ساوند سببه ايه؟ سببه اتريال كونتراكشن في الاتريال سيستول. تمام كده؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على كل فيز من الاختلافات اللي عايزاكوا تحفظوها صم. طبعا دي مليانه ام سي كيو كتير جدا. اترال بريجر اخباره ايه في كل فيز؟ فنتريكولار بريجر، فنتريكولار فوليوم، الفالفز اخبار السيميليونر والابي فالفز مين مفتوح ومين مقفول، اي سي جي تشينج اند هور ساوندز. نحفظ في كل فيز. لو المقدمه اللي قلتها في الاول عرفناها وعرفنا كل فيز ايه اللي بيحصل فيه، بكل سهوله هنقدر نجاوب اي نقطه من اللي انا محتاجاها. هو ده الجدول، لخصت لكم فيه الشينجز بتحصل في كل فيز. هنا الاتريال سيستول، هنا ايزومتريك كونتراكشن، ماكسيمم ايجكشن، ريديوس ذا ايجكشن، ايزومتريك ريلاكسيشن، رابيد فيلنج اند ريديوس ذا فيلنج. المتغيرات اللي هشوفها اترال بريشر، فنتريكولار بريشر، فنتريكولار فوليوم، فالفز، اورتيك اند بالمونري بريشرز، اي سي جي اند هور ساوندز. تمام. هنا انا شارحه بقى كل فيز لوحده، كل فيز لوحده زي ما قلنا في الاول خالص. خلاص هنا يعني حته توضيح الدايكروتيك ونوتش اند دايكروتيك ويف. ده الاتريال بالز او الاتريال سوري الارتريال بالز. الارتري له ويف بيترسم، له اسندنج لام اند اسندنج لام، ده بتاع الاورطه. اسندنج يعني اناكروتيك، انا يعني بنيه عشان كده طالع لفوق. ليه؟ ده بيحصل نتيجه البرجر والاورطه بيعلى نتيجه السيستول. سيستول فالدم بيخرج من الفنتركل يتضخ في الاورطه فيعلي البرجر. اما الليمب اللي نازل اسمه دايكروتيك او سوري كاتاكروتيك. كاتاكروتيك يعني هدام، ده بيحصل اثناء الدايستول. طبيعي خلاص مفيش دم داخل الاورطه، بس هنلاحظ ان في الكاتاكروتيك ليمب في نوتش، في حفره وفي ويف. الحفره اسمها دايكروتيك نوتش والويف اسمها دايكروتيك ويف. قلنا الحفره نتيجه ان الدم بيسكيب فروم ذا اورطه فبيقل الضغط، بس بيعلى على طول بعديه سنه صغيره يعمل الدايكروتيك ويف عشان الالاستيك ريكويل، بيقفش على حبة الدم اللي جواه يعلي الضغط شوية. بقيت شرح كل الفيزز. طيب في كذا ان بي عايزاكم تعرفوها في الاخر. اول حاجة البريشر تشينجز ديورنج كاردياك سايكل. عندي اثناء السيستول اخبار اللفت فنتريكولار بريشر ايه؟ يوصل ل 120، اثناء الدايستول زيرو. يبقى اللفت فنتريكل 120 على زيرو، 120 دي سيستول، ضغطه في السيستول، ضغطه في الدايستول زيرو. طب الرايت فنتريكل 25 زيرو، ضغطه في السيستول 25، ضغطه في الدايستول 0. طب الاورطه في السيستول 120، في الدايستول 80، ده بتاع بلاد بريشر هناخده بعد شويه. بالمونري ارتري ضغطه في السيستول بيوصل ل 25، في الدايستول بيوصل ل 10. يبقى الليفت فنتكل 120 على 0، رايت فنتكل 25 على 0، اورطه 120 80، بالمونري 25 10. طيب فنتريكولار ديستول تيكس لونج بيريد اوف تايم. لو لاحظنا احنا قلنا الكاردياك سايكل، لو انا الهارت ريت بتاعي 75 بي بير مينت، يبقى مدة الكاردياك سايكل 8 من 10 ثانية، 5 من 10 منهم دايستول و3 من 10 سيستول. ليه مدة الدايستول كبيرة 5 من 10؟ ليه؟ لأنها مهمة جدا جدا. مهمة ليه؟ عشان بيحصل فيها ثلاث حاجات مهمة. أثناء الدايستول الفنتركل بيتملي بالدم، بيحصل فنتركولار فيلنج. أثناء الدايستول بيحصل كورونري فيلنج. كورونري ده الأرتري بيغذي القلب. لو نلاحظ إن كل الجسم بتجيله الغذاء بتاعه الدم أو الدم بتاعه أثناء السيستول، لما القلب يضخ الدم في البلاد فيسل ما عدا القلب، القلب الوحيد اللي بيتغذى اثناء الدايستول بالكورونري. يبقى الكورونري بيتملي بالدم ويغذي القلب امتى؟ اثناء الدايستول. طب لو نتك حته شويه كمان، ليه ما ينفعش اغذي القلب بالدم اثناء السيستول؟ لو فكرنا فيها كده، اثناء السيستول الفنتركل بيحصل له ايه؟ كونتراكشن، بينقبض.
فبيضغط لي على الكورونري ارتري، بيضغط على الكورونري ارتري فيقفله، فالدم اللي خارج من الكورونري بقى قليل، فالدم اللي يغذي الهارتي بقى قليل. عشان كده ربنا خلى القلب يتغذى بالدم من الكورونري اثناء ايه الديستول، ان اثناء السيستول بيحصل كونتراكشن في الفنتريكل، يضغط على الكورونري يعمل له كومبريشن فيقلل الدم اللي رايح للقلب. تمام. تالت فايده للديستول اللي هو مدته طويله، ريكفري اوف ذا فنتريكل فروم ذا بريفيس سيستول، اريح القلب شويه، لازم اريحه شويه حلوين عشان يبدا الكونتراكشن اللي بعديه. يبقى ليه فتره الدايستول اطول من السيستول؟ عشان بيحصل فيها ثلاث حاجات مهمه: فنتريكولار فيلنج، الدم بيتملي القلب، الفنتريكل بيتملي بالدم، كرونري فيلنج، الكرونري بيغذي القلب، ريكفري اوف ذا فنتريكل فروم ذا بريفيس سيستول، اريح القلب من السيستول اللي قبليه. قلنا الفنتريكولار فيلنج بيحصل mainly during early diastole، الفنتريكل بيتملي بالدم في الدايستول بس اكتر في الايرلي دايستول، في اول دايستول هي اكتر مده مهمه يتملي بيها الفنتريكل بالدم. So when the heart rate increase، قلنا لما الهارت ريت بتاعي يسرع يعني عدد السايكلز في الدقيقه زادت فمده السايكل قلت، وقلنا ده اكتر بيبقى على حساب ايه؟ على حساب مده الدايستول اللي بتقصر اكتر. طب مده الدايستول هتقصر يبقى مده الفنتريكولار فيلنج هتقصر. طب ما دي ممكن تعمل لي مشكله. لقينا ايه؟ لقينا لما الهارت ريت هو المفروض الطبيعي 75 بيت بير مينت، لما الهارت ريت بيزيد لغايه 180 اكتر بيأثر لي الليد دايستول ويسيب الايرلي دايستول كويس، فساعتها الفنتريكولار فيلنج ما يتأثرش. لكن لو الهارت ريت عدى ال 200 بيت بير مينت ساعتها الايرلي والليد دايستول الاثنين هيتأثروا، هيأثروا فالفنتريكولار فيلنج يتأثر. تاني انا قلت لما الهارت ريت بيسرع فعدد الكارديو سايكلز في الدقيقة بتكتر، بتكتر يبقى مدتها بتقصر، بتقصر على حساب مين؟ الدايستول. طب الدايستول ده مهم عشان بيحصل فيه فنتريكولار فيلنج، الفنتريكل بيتملي بالدم. طب ما كده الفنتريكولار فيلنج هيتأثر، مش هيتملي بالدم كفاية. لقينا إن الفنتريكولار فيلنج أكتر اللي أهمله، الحاجة المهمة اللي بتملاه أكتر والمدة المهمة ليه أكتر الإيرلي دايستول، أول الدايستول دي أكتر مدة بيتملي فيها الفنتريكل. تمام. فلما الهارت ريت بيزيد عن 180 بيأثر الكاردياك سايكل وبيأثر الدايستول، بس بيأثر اكتر من مده الليد دايستول، فيفضل الليد دايستول مدته لسه معقوله فالفنتريكولار فيلنج يتملي كويس. لكن لما الهارت ريت يعلى عن 200 ساعتها الدايستول كله خلاص بيأثر سواء ايرلي او ليد، فالفنتريكولار فيلنج بيتأثر وبالتالي ما بيتمليش بدم كفايه، فالكاردياك اوتبوت الطبيعي اللي خارج منه بيقل. برضو جمله قلناها في الاول، اعاده: 70 up to 80% of the blood passes from the atria to the ventricle during rapid filling and reduced filling phase by its weight, and the remaining part, 20 up to 30%, passes as the result of atrial systole. So the action of the atria in the pump is not important as it acts mainly as a blood reservoir. قلنا الفنتركل بيتملي ب 100% دم. خلاص؟ ال 100% اللي مالين الفنتركل 30% بس عن طريق atrial contraction. لكن 70 ل 80% عن طريق ايه؟ بتحصل اثناء مين؟ اثناء الفنتريكولار ريلاكسيشن، اثناء الدايستول في الرابد وريديوس فيلنج، لما الضغط جوه الاتريوم بيعلى يفتح الفالف فالدم ينزل باسيفلي باي اتس ويت. فعشان كده اهميه الاتريال كونتراكشن في الفنتريكولار فيلنج مش مهمه لان اخره 30% بس. تمام. فعشان كده وظيفه الاتريال الاساسيه مش اتريال كونتراكشن قد ما هي وظيفته كبلاد ريسيفوار، مخزن للدم. isometric contraction or isometric relaxation، isometric سواء contraction او relaxation، نعرف ان القلب is a closed chamber، اوضه مقفوله، يعني اوضه مقفوله يعني ما فيهوش ولا فتحه، الاي في فالف مقفوله والسيميليونال فالفز مقفولين. isometric contraction سميناها isometrically ان القلب بيكونتراكت والضغط جواه بيعلى بس طوله ثابت. isometric relaxation سميناها كده ليه؟ ان القلب بيحصل له relaxation والضغط جواه بيقل بس طوله ثابت. Thank you. أتمنى تقروا المحاضرة دي بتسمعوها كذا مرة، وأول جزء هو أهم جزء في المحاضرة لأن هي أول ربع ساعة أو نص أو تلت ساعة، دي أنتوا لو عرفتوها كويس بقية المحاضرة خلاص هتعرفوا تجاوبوها لوحدكم. بعد ما تقروا أول جزء كويس أنتوا نفسكم هاتوا جدول وقسموا الخانات فيه واملوها خلاص، لو أنتوا فاهمين كويس كلها هتملي صح بإذن الله. Thank you.